فتره كده وانتشر الجليكوليك اسيد انه بيستخدم بدل الديودرنت. جه الوقت اللي اقول لكم فيه حقيقه الموضوع ده. تعالوا ناخد الموضوع من البدايه، هو احنا ليه اصلا بنستخدم ديودرنت؟ الحقيقه ان السويت او العرق الطبيعي بتاعنا ملهوش اي ريحه. على سطح جلدنا في نورمال فلورا، هي البكتيريا الطبيعيه الموجوده على جلدنا. وقت خروج العرق مع شويه خلايا ميته مع وجود البكتيريا بتبدا تظهر ريحه العرق، فالديودرنت بيجي ويقتل البكتيريا دي علشان ما تظهرش اي ريحه مش حابينها. وبس صدفه لما جربوا الجليكوليك اسيد في الاندر ارمز لقوا ان هو فعلا قادر ان هو يلخبط البكتيريا دي وما يخليهاش قادره تظهر ريحه العرق. بس في هنا مشكله صغيره، الجليكوليك اسيد ده حمض من احماض الاي اتش اي، نسبته في تونر ذا اورديناري تقريبا 7%، ودي حاجه لو استخدمناها في الاندر ارمز كل يوم تسبب التهاب مش طبيعي، والالتهاب بيقلب بعد كده هايبربيجمنتيشن او اصفرار. فبجد هو مش مناسب خالص للمكان ده، ولو اتزنقنا يعني وعايزين نستخدمه هتكون سواب واحده بس خفيفه مره كل اسبوع.